ليس بأمر جديد، لأننا توجهنا منذ صدور حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية القانون 100 سنة 93، توجهنا مرة واثنين وثلاثة إلى رئيس محكمة الاستئناف وسلمناه الحكم وقلنا له ادعو إلى انتخابات جديدة. نحن كمجلس لا نتشبث بكراسينا، ونحن ننفذ حكم القضاء الذي صدر صباح اليوم، نحن على أتم استعداد لتنفيذه، لكن على رئيس الاستئناف لأنه هو الأداة التي سوف تقوم بالتنفيذ. حضرتك مش هتتم إشكال على الحكم ولا لا؟ لا إطلاقا، لن يستشكل في هذا الحكم، ونحن راضون به، ونحن على أتم استعداد لأن تجرى انتخابات جديدة طبقا للحكم الصادر بعدم دستورية القانون 100. شكرا جزيلا.